abin da zaka tambaya idan aka ce ana yin tumatu da gona to abin da zaka tambaya mutum na wace aiki a wajen kuma sannan su ma'aikatar su suke noma tumatur kaga sai ya suke yi to manomin da yake noma tumatur mutum na wani zai rasa yana sanya furasa sannan sai ka dawo idan suka yi tumatur su suke zuwa kasuwa su sayar kaga suna ana samun waɗanda suke saya a hannunsu su sayar da wasu sannan a sayar wani ƙarshen da sai an samu kawa biyar kafin ya zo hannun da ya zama da tunan tumatur ba abin wannan yanayi a ce wai za a rinka wannan ma'aikata saboda ba sa samun Bye.
فقام صدره وقام الناس وراءه وقام قياما طويلا ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام هو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع سيدا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. وحدثني عن معرفة أن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد في عماد عماد بن الحديث في كمدة أحمد بنت عبد الرحمن في كمدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يحيى جاءت تسأل وكبي يهوديا قالوا كما كان بيع عائشة بيهوديا قالوا كما كان بيع عائشة بيهوديا كان محاضرة لعائشة ما كان محاضرة صلى الله عليه وسلم كيف مكاتي تبني هذا المعنى